Thank you.
يعطيك الصحة، طول تحية كبيرة فيكم. I'm gonna make it.
I'm gonna be your savior.
من سنة 2001 كي عملنا أول تكريم هنا بقاعة المسرح الوطني للمخرج الكبير دار السبيطار مصطفى بديع ربي يرحمه برحمة الله. كما جرت العادة اليوم الجمعية فكرت باش تكرم زوج عمالقة، فنان عبد القادر الشاعو كبرنا معاه، وسيدة نادية بن يوسف كبرنا معاه، وكل أعمال تاعهم كانوا ناجحين. هادو هما الفنانين اللي الشعب الجزائر متعطش باه يشوفهم، متعطش باه يشوفهم. وعلى هذا نتمنى إن شاء الله ربي يرفد علينا هذا الوباء، وسي عبد القادر يبدا العراس والحفالي، وسيدة نادية الكرني باه يتعمر، وسامير التومي، والفنان اللي نحترمه بزاف جا من فرنسا وكيسمع بالتكريم في المطار قال لك هو انا ما نعطيش الفنان التكريمات تاع سيدي علي تبارك الله فيه، هو من بعد يطلع ما نقولش الاسم تاعو. على كل حال انا نشكركم كثير على هالدعوه. بصح قبل ما نروح للتكريم انا نشكر كل قنوات التلفزيون وقنوات الخاصه وحتى المكتوبه اللي جاوا يغطيوا هذا الحفل هذا، والاذاعه كذلك ما ننساوهاش. بصح على بالي بلي حبيتوا تعرفوا شكون الاسم اللي راح يكون التكريم تاعو في قاعه المسرح الوطني يوم 17 ديسمبر. الفنان هذا عمل كثير في الاذاعه الوطنيه، في التلفزيون، في السينما، وكتب عدد كبير من الاغاني اللي غنات له السيده ناديه واللي غنى له سي عبد القادر الشاعو ومحمد وجدي والقائمه طويله تاع الفنانين اللي غناو له. هذا الفنان نحترمه من حقي نكرمه لانه اعطى الشيء اللي مدوا للتلفزيون وكان محبوب في مصر، وحش الشاشه المصريه فريد شوقي، في الجزائر وحش الشاشه محمد عجيمي هو اللي كان راح يكون التكريم تاعو الشهر الجاي 17 ديسمبر، سيتا سامدي، ماشي على الخمسة، 17 أحشر معاه.
هيا دغيا نروحوا مباشرة إلى تكريم، والحفل مازال متواصل وكاين بزاف المفاجآت. إيه مالنا نروح نصوم أنايا. شكرا. المهم السبت 17. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة وكل الحضور اللي حضروا معنا هنايا، مرحبا بكم. إن شاء الله دائما نبقى في المسيرة الفنية ونعطيكم إلا الجميل والسيرة النظيفة، وخاصة السيرة النظيفة والكلمة التربوية. والفنان لازم يكون عنده كامل هذه الخصلات، موش الصوت ما يكفيش وحده، الصوت والأخلاق والثقافة والسيرة وخاصة خاصة خاصة شكرا، خاصة لأنه إحنا نقوله وكاد المعلم أن يكون رسولا، إحنا نقول وكاد الفنان أن يكون رسولا على خشبة المسرح. صحة وراني ما قدرتش نعبر، خلاص راح كي الهضرة سيبو. ولكن نشكر سيد علي اللي دائما فنان ويحبنا، ونشكر سيد شردوت اي لوندا كي نجامي وليه لي زارتيست، عمرها ما نساتنا ولو بالقليل ولا بالكثير، مي عمرها ما نساتنا. ونقولوا حنا يا حجرة ميد الحبيب تفاح. والحمد لله انه مازالت رجال، مازالت فنانين من كل يعني من كل الانواع الثقافيه، توت لا كولتور ديفيرس. Je ne parle pas que de la chanson, je parle du théâtre, du dessin, tout ce qui est artiste. Ou un fan, 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 وكذلك عندنا هدية، يتفضل الأستاذ لتقديم هدية أخرى للفنانة القديرة نادية بن يوسف. وربي يخليك إن شاء الله التاج، أنت دائما فوق العين وفوق الراس، وفنانة نحترموك ونحبوك ونقدروك ونفتخروا أنه عندنا فنانة بسيرتك ومسيرتك. أعطونا تحية كبيرة من فضلكم مرة أخرى للقامة الفنية السيدة نادية بن يوسف، تحظى بتكريم هذا المساء بحضور السيد سمير طالبي ممثلا عن السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة وفاء شعلال، وكذلك الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وهذا السيد هذا كان رئيس الكشافة، وأنا كنت صغيرة في 6 سنين في عمري، بديت في دار السلطان الفوج الكشافي، هو كان نسوي تحت قيادة سيدة سهيلة والرئيس عابد. هذاك الوقت كانت الكشافة غير نسا، وحنا كنا كي نروحوا ندخلوا لمسيد سنة أولى في السي بي، باش والدينا ما يخلوناش في الزنقة نروحوا للكشافة، أنا وخالاتي وخواتاتي وكامل من دار السلطان من باب جديد حببنا لسوق الجمعة، ولا فوج البلبل، وكان من بعد ولا سيتي لو سكوت ميكس، بعد بدينا نتخلطوا مع الولاد. من بعد حبطنا وين؟ حبطنا لابيشري فوج الشهاب اللي كانوا يسمى كل الرياس، وكان هذا سيدي إدريس الله يرحمه، والسي يوسف وقادر الله يرحمهم، وهذا ما بين تشكيكن، وهذا ما بين رياس الكشافة اللي كنت انا عندهم يحكموا فينا، ما يحكموش فينا، رباونا. يعني سيتي لي زاني 70، انا بديت في الكشافة ب 64، قعدت 15 سنة. الأحل وشباب كل انسحبت من الله، يعطيك صحة رئيس كشاف، كن مستعد. صح. قولي لهم الأغنية اللي جيتينا بها في جنة الأطفال وغنيتيها. ماني كنتي صغيرة تاع هنا. يا مرحبا. هذيك كان رئيس حميد الله يرحمه. كان رئيس حميد هو اللي يلحنها. في جنة الأطفال وغنيتيها. تاع الجمبوري هذه، تاع الجمبوري. تاع الجمبوري هذه. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة رئيس. شكرا. عاش لك الشفا. شكرا. عبد القادر شاو الذي بدأ مشواره الفني في نهاية الستينيات،
أحب الفن منذ الصغر، شارك كذلك في برنامج الحان وشباب سنوات السبعينيات، ومنه كانت الانطلاقة الفعلية في عالم الفن. تعامل مع كبار الأسماء الفنية على غرار العملاق الراحل محبوبتي الذي جمعه مع السيدة نادية بن يوسف بأغنية الوالدين، الأغنية الخالدة. نكرمه هذا المساء نظير عطائه في مجال الفن وتشريفه لأغنية الشعبي. يقدم الدرع السيد سمير تعالبي ممثلا عن الدكتورة وفاء شعلال وزيرة الثقافة والفنون، وكذلك مع السيد عبد الحميد شردود مدير الدراسات مكلف بالعلاقات العامة بالديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة هنا بالمسرح الوطني الجزائري. هنا أشكر أكيد كل عمال وإطارات والسيد المدير العام للمسرح الوطني الجزائري. سيدي القادرة لنا تحية كبيرة من فضلكم، وكذلك نوشحه ببرنوس الأصالة. يتفضل معنا الفنان لحكالي سيد علي بن سالم من المطار إلى قاعة المسرح الوطني الجزائري، الفنان حميدو. تحية كبيرة من فضلكم باسم كل الفنانين اللي حاضرين معنا هذا المساء. يتفضل الفنان حميدو يلا حميدو من مطار هواري بومدين الدولي إلى المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشترزي. أبى إلا أنه يسجل حضوره في هذه الأمسية التكريمية. تحية لكم للفنان حميدو باسم كل الفنانين حاضرين معنا هذا المساء. يوشح الأستاذ عبد القادر شاعو ببرنوس الأصالة، برنوس الجزائري، مع تحية كبيرة ونسمع زغاريد من فضلكم. حميدو ابقى معنا، ناخذ كلمة الأستاذ عبد القادر شاعو بمناسبة هذا التكريم، تفضل. أنا اسمحوا لي نعرف نغني مش على الهضرة شوية. على كل حال هذا اليوم هذا يعني مبارك، حاجة كبيرة الله يبارك، ونشكر خونا سيد علي اللي راهو يدير في هذا لي زوماج شحال راهو مدة طويلة، يعني كاع الفنانين وكاع لي كوميديان الله يبارك تاع تيانا وتاع العالم لا الله يبارك، ونشكركم كامل يعني اللي راكم تجيو في لوكسيد علي من جميع البوماج اللي راهو يديروا التكريم، والحمد لله يعني الصالة ديما معمرة الله يبارك، والشكر للشعبين اللي يقول الله يعطيكم الصحة وتمنوي الله يبارك. ها آه يا سيدي ميرسي بوك يعطيكم الصحة. أستاذ عبد القادر شاعو فنان كبير وقلب كبير وإنسان متواضع، وناخذ كلمة من عند الفنان حميدو. شكرا للسيد سمير الثعلبي ممثلا عن الدكتورة وفاء شعلال وزيرة الثقافة والفنون. حميدو من فضلك من المطار لهنا لازم نسمعوا كلمة تقولها لنا. أعطونا تحية كبيرة على حميدو، وإذا حبيتوا يغني وش رأيكم؟ يلا معليش قلنا من المطار لهنا قلنا كلمة بمناسبة هذا التكريم، وأعطونا تحية كبيرة أكيد راح يقدم لنا شيء بدون تدريبات لكم مع الجوق الموسيقي. شاعو وكذلك
يعني ما ننساوش اللي كان وراء هاد الفنانين الكبار كما قال لك شيخ بلا شيخ ما هو شيخ. تحياتي اليوم احتراماتي جو سالو لا ميموار دو محبوباتي شيخنا السعيد كما قال وليد العم قيس فنان اغاني كل هذه Thank you.
حميدو قلنا كلمة حق سيدة نادية بن يوسف والأستاذ عبد القادر الشاعر. واش نقول خليل؟ على كل حال نقدر نقول لي خوتي الكبار في الفن تعلمنا عليهم الغناء تاع عبد القادر نغنيه في العراس، الغناء تاع نادية الله يرحم ثاني الشيخ معطي بشير اللي ألف ولحن لك يا نادية ماذا بيا تزيد تو لو روندي اونكور هوماج باسكو بلا بهم حنا ما راناش كامل اللي ما راناش ليزيستي. يعطيك الصحة حميدو، عطونا تحية كبيرة لفضلكم الفنانين اللي نحبوه بزاف حميدو ونوصلوا الجمعية الثقافية الألفية الثالثة بدعم من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة هنا بالمسرح الوطني الجزائري. حميدو هو من بين مفاجآت هذه الأمسية التكريمية، وكما قلت خلال تقديمي لهذه الأمسية السيدة نادية بن يوسف وكذلك الأستاذ عبد القادر شاعر، حابين تسمعوهم؟ أكيد حابين اليوم نحييو الأغنية الخالدة يا الوالدين. الجوق الموسيقي بدأ أكيد بمقطوعة موسيقية ذكرنا بهذه الأغنية لمحبوباتي ربي يرحمه، وسطحت للجمهور المتذوق للفن الجزائري الأصيل، فنان كبير، فنان يستحق التقدير والتكريم. Thank you.
اخت عباس ولا الملكه والريم فاطمه والعم صالح ما وخيطه معدوه بالزين والذره صالح حبيبي اكبر ام كتبوك واحد المراه قال لك المراه كي كرافاطه زيد نسد تخدك الرقبه صاحبات الدخل قال لها انا راجلي انا اللي رديتو مليونير قلت له كيفاش درتي؟ قال لها كان مليار ياك اللي فيه دراهم يعني الله يجعل الخير قول امين دونك جبتوني لهنا باش انا نغني لكم عندي بالك ملي مرت فايت والله ملي مرت الله يسلمك مانيش نخرج من الدار راني غلقت عليا مدام كلش فين دار كلش فين دار اللي بغيت ربي فيه دار ولهنا في دار وفي دار ولهنا في دار ولهنا في دار في دار ولكن نعاود نوقف ان شاء الله ما ندير والو
تسمعوا، والسيدة نادية بن يوسف مع الجوق الموسيقي مسك الختام، راح نستمتعوا ونسمعوا الأغنية الخالدة يا الوالدي. تحية كبيرة. كل ما على أبيها الأوبان
أين يتم تكريم السيدة نادية بن يوسف والأستاذ عبد القادر شاو. خبرني الفنان ورئيس الجمعية الثقافية الأوفية الثالثة سيد علي بن سالم أنه هذه الأيام عيد ميلاد الفنان القدير عبد القادر شاو. تحية كبيرة لي وفتركم. وقالب حلوى حاضر معنا لإحياء عيد ميلاد الفنان عبد القادر شاو. يلا سامير تومي حميدو إلى بورسالي. أعطيكم ميكروفون بيشتغل لنا سنة حلوة للفنان القدير عبد القادر شاو. دولة تحية كبيرة لي. Shut up.